بسم الله والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بجوز دكتورة مريم دكتور أحمد مرديني وضعوكم في جو النظرية الفلسفية للسعادة والتطبيق العملي للمختبر أو للتطبيق، كيف نحول الموت حياة مثلا. من جهتي متفق معكم على أن اليوم الأربعاء، توافقوني؟ اليوم الأربعاء، التاريخ اليوم 1/1/2/1 بعدين 4/0/0/2 موافقين؟ كل ما في الكون من أرقام معقدة وبسيطة يمكن الاتفاق عليها بهذه البساطة، وفينا منوقف روح ومنوقف مرض ومنقيم، يعني إذا كنا أولاد مريم فينا نعمل أشياء كثيرة بهالبساطة. هلا لماذا الأربعاء مثلا؟ طبعا اليوم في كثير مناطق اليوم الأربعاء في محاضرات في مجالس في ندوات. مجلس القرآن عندي هو يوم أربعاء، لكن هذا العام خرجت من البيت وقلت لهم في السويداء يوم الحب والرقم، قلت لهم سأخرج من الخلوة. هل الآن أنا في مجلس قرآن في مجلس أربعاء وقرآن؟ الآن أفسر ليش الأربعاء. الأربعاء لأنه خط استواء. كيف بيكتشف؟ كيف نكتشف؟ بجرب ابقى في ليونة الحديث. اليوم الأربعاء قبله أحد اثنين ثلاثاء وبعده خميس جمعة سبت، إذا هو خط استواء. إذا سرنا على خط الاستواء نكون في التعادل بين اليمين وبين اليسار، 3/1/3. اليوم مصادف حلو 1/2/1/121 قبل 4، بعدين 0/2. إذا المصادف معنا تاريخ اليوم، ملاحظين؟ بسيطة، ما حدا بيفكر فيها، ولا مش عبقرية ولا اختراع أن نفكر هكذا، لكن إذا أردنا أن نكون سعداء فعلاً ينبغي أن نتبين الجغرافيا والزمان الذي نحن فيه لنعرف إلى أي مدى يتفق النسبي مع المطلق. نحن بسنة 2004، الشهر 12 اللي هو كانون الأول، وهذه مفارقة أخرى، في الأول من الشهر، في الأول من كانون الأول، لكن في الأول من 12. الأربعة يعني السنة الرابعة في القرن 21 هي خط الاستواء وهي أربعة. هذا كشف، كشف بما هو مكشوف. مثل قلت لكم الشمس بتشرق وبتغرب، يعني بتشرق وبتغرب. تغيب الشمس، قولوا لي فلان مرض فلان مات فلان غاب، قلت لكم ولكن الشمس آتية، يعني وهو أيضا خارج من همته، خارج من همه. الموتى كذلك يبعثون، يعني إلى هذه الدرجة. فإذا ابتداء من هنا نقول إنه إذا حققنا بالأشياء نستطيع أن نتفق مع ما نعلم ومع ما لا نعلم على التوكل. الدنيا كلها مثل 1/12/1/4/0/0/2، واليوم الأربعاء وسط بين 1/2/3 وخميس جمعة سبت. في غموض في هذا الكلام؟ فيما يتعلق بملاحظتك المستغربة،
بلش منه عشان هدي القضية. الأساتذة عباقرة مناقشة وخبراء مثل أطباء التحليل، عليهم أن يحللوا كل العناصر، الدم وغير الدم، عليهم أن ينبشوا كل الأشياء، كل العلل، في زيادة بالماء، في زيادة بالدم، في كوليسترول، في شيء، وعلى الطبيب الشيخ بعد ذلك أن يستفيد من كل هذه الملاحظات ليمسح المسحة النهائية وينقلب هذا المرض شفاء وينقلب هذا الداء إلى عافية. وفي عندنا أشياء كثيرة إلى اسم، مثلا في عندي الكلام اسمه كيف نحول الموت حياة، كيف نحول الموت حياة. ابن مريم شجعنا من قديم الزمان، عيسى ابن مريم استطاع انه يطلع موتى من القبر، واستطاع انه يقول لمرضى مفلوجين احملوا فراشكم وامشوا. فاذا هذه الثقه بان احكم الحاكمين ضابط الامور ضبطا تاما تجعلنا بسعاده معه. اذا من شان الاساتذه هم خبراء تحليل، هم خبراء كشف عن الاشياء، بدهم يفتشوا عن الاملاء وعن كتبت وقت يوم بالجريده كتبت شيئا حول هذا وقلت انه هذه قشور والمهم الجوهر واللباب، وانا موافق على هذا الكلام، لكن موافق على ان قشور الموز كثير امر عظيم بالنسبه للموز، وموافق على ان قشور بذره التمر كمان شيء عظيم بالنسبه للتمر، لكن حذاري ان نعامل التمر كالموز. التمر يؤكل قشره ويزرع بذره، والموز يرمى قشره ويؤكل لبه. اذا كل شيء من هون يبدا الوعي على كل المستويات. وصاير اخذونا عن المحاضره، شو انا على ايش بدي احكي؟ على ايش بدي احكي؟ اذا كنت امام طباق وجوه جميله وقلوب نبيله، فانا في حاله من الاتزان بين جمال الظاهر وبين نبل الباطن، ولذلك هذه سعادتي ان تكون عيني الثالثه او عين قلبي تستطيع ان ترى هذه الينابيع الصافية والينابيع المضيئة وراء هذه النظرات الجميلة أيضا. ما هي السعادة؟ سعادة اتزان كما قلنا. بس الدكتورة حكت لنا بعدة فلاسفة ما شاء الله، هي محاضرة كتير كتير مهمة، وهالتنظير اللي عندك ورحت بالفلسفة أكثر من التاريخ، وأنت حتى تقولي لي أنا لست مؤرخة وحسب، إني مؤرخة ومؤرشفة أفكار أيضا وواعية كل هذه القضايا. شكرا لك. قبل أنا كتبت بالأخضر على رباعية تقول هيك، لعلها هي المسألة. مبتهج أنك منتصر. كل واحد يفكر لي مين هو اللي عم بيحكي معه. بجوز يكون عندما يفكر بما أقول قد يكون خطاب له بالذات، فليكتشف الشخصية التي به والتي أحاورها أو أخاطبها بهذه الطريقة. مبتهج أنك منتصر. أكد هذا الوعي والسور. أكد هذا الوعي والسور مبتهج أنك منتصر. حررنا الطيب أبو أرجل، حررنا الطيب أبو أرجل واستلم الصادق مقتدر. هلا حررنا
الطيب أبو أرج واستلم الصادق مبتدئ. إذا لاحظتم أيضا على مثل ملاحظة ما الذي كتب على البطاقة 1-2-1-4-0-2 منشوف أنه مبتهج أنك منتصر 3 أكد هاي الأربعاء هذا الوعي والسؤال 3 ولا أكد وثلاثة قبل أكد. إذن في أمر مهم حررنا الطيب أبو بعدين الرابع أربعاء الأمر أرج واستلم الصادق مقتدر 3 إذن 7 و7 وفي خط استواء الذي هو التأكيد على الأرج. ما هو الأرج؟ وكلكم أرجون. ما الأرج؟ الزهر ما نراه على الشجر بالعين، عندما يعصر الزهر ويصبح في القنام يصبح عطرا، عندما ينتشر تفتح قنام العطر وتنتشر الرائحة فتلاصق أجسادنا أو نشمها من بعيد، هذا اسمه عبير. الآن لحد الآن بعد الدنيا خارجية، إذا شممنا ودخل الأثر إلى صميمنا وانتعشنا وقلنا صلوات على محمد وآل محمد، عند ذاك يكون الأرج قد بلغ مداه. هذا الزهر المتحول إلى عطر، المتحول إلى عبير، المتحول التحول الرابع إلى الأرج الذي يلامس الخلايا ويجعلنا ننتعش وننتشي، هذا هو الأرج. وأبو أرج هذا الذي حررنا، الطيب أبو أرج، الطيب الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب بالكلام، الطيب بالسلوك، الطيب بالنظرات، الطيب بالانتباه، كله هذا الطيب أو الطيب، هذا يحررنا. لكن لماذا ارتبط بأبي أرج؟ وهل أبو أرج شخصية تاريخية؟ نعم، أبو أرج شخصية تاريخية، والله يجمع بيننا وبينه، لأنه يثير غيرتي كثيرا ويثير شغفي كثيرا. وحد من كل أهل الأرض خرج من الأرض بلا أرض، كل الأنبياء، كل الأولياء، كل الأئمة أظهروا لنا أنهم دخلوا في جورة القبر، إلا أبو أرج هذا ورفعناه مكانا عليا. إدريس هذا أبو أرج. في القرآن الكريم في سورة مريم أبو أرج أول من علم بالقلم، وأول من خاط بالإبرة، وأول من وضع عنوان لكل واحد منكم هو معلم العناوين. ولذلك في العربي اسمه أدريس إدريس، في العبري في اللغة الكتاب المقدس اسمه أخنوف، في اللغة الفارسية هرمز، هرمز الهرامزة، في اللغة اليونانية هرمز الهرامزة، يعني أبو العلوم، وكان يعلم ب72 لسان لكل الجهات. فأبو أرج اليوم هو معلم التقنيات، هو معلم التكتكات، هو معلم الانترنت، يعني هو موقعه موقع الدكتور، موقع الدكتوره، موقع هذه المواقع كلها تعليم. صاحب العنوان ادريس ادريس، هذا ابو ارج حررنا الطيب ابو ارج. ليه حررني انا مثلا؟ اشعر انه لما تفكر بادريس جيدا اشعر شعور غامر بأن الكائن الإنساني ولو جاء إلى الأرض يمكنه أن يكون حياً في الظاهر والباطن. والإنسان بشكل عام أؤكد لكم أنه عبد الحي، وعبد الحي حي، وهذا الكون كله عندنا حي. ولذلك لو زرعت بذور الورد في أي تربة صالحة سوف تعطيك شجرا وزهرا وبالتالي عطرا واخيرا ارجا. فاذا هذا الذي نسميه جماد، هذا جماد ما هي حبيب في ظاهر الامر، لكنه كثير لاقط
وكتير بيفهم وكتير بيمدوا لصوتي إلى مكان بعيد. كل الشاشات من حيث الظاهر التلفزيون والراديو جمال، بس من حيث الحقيقة هو حي. فإذا كوننا هو كون الحي، والقيوم في كل واحد منكم قيومه يقيم من طاقة الحي فيه ما تستوعب آلته. اليوم إذا في بيننا ومبين كثير في بيننا عباقرة إيمان غير عباقرة ثقافة وعباقرة علم، في بيننا عباقرة إيمان. إيمان إذا واحد عنده شكوى ما يجرب شو خسران بدون مختبرات وبدون تحليلات الصرف والنحو والفلان. اليوم على المكشوف، اللي عنده شيء في نفسه ما ضروري نعرف نحن، ولا ضروري نعرضه لا للإكس ولا لل شو تسموه الإيكو ولا للمرنان، يعرض هو حاله نفسه لشعوره. يعني أنا بالأصول مثل أخونا أحد الإخوة كان مطلوب منه أن ينام 60 يوم على ظهره لأنه معه ديسك. حضر معي مولد صاحب الزمان عند السيد الواحد، وأنا لا أعرف ما بالقضية، فيقول إنه رأى رؤيا وقام وراح ما نام ولا يوم بعد ذلك. هو شفى نفسه بنفسه بواسطة الاندماج في الحال. انتم عم بتقولوا هيك، ادعيتوا انه في محاضرة عنوانها سعادة الوعي. سعادة الوعي، لك انا عم طلق مثل فراس. دكتور فراس سلمان حاطط بالموقع تبعه سعادة الوعي. اما الجرائد اليوم تحفة، اللي منزلين العناوين قايلين السعادة بالوعي. بالوعي يعني ذكروا الباب. نحن موقعي الحامل اسمي على اسم الدكتور فراس هي سعادة الوعي. بس أنا ما رح مرق على غلطة فراس وموقع أسعد علي 8، يعني كيف بدي أنا أغلط بها القصة؟ أنا بعتقد أنه صح اللي حطوه في الموقع شفته سعادة الوعي صحيح، بس أنا على بطاقتي السعادة بالوعي، هل هو خطأ؟